بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة طبعا جديدة واللي كتعلمها طبعا بمكون التربية المدنية القسم الخامس ابتدائي المفيد في الاجتماعيات. نعم، إذا الدرس الثامن، أعي مزايا وأخطار الإنترنت. أهداف تعلماتي، أكتشف الإنترنت واستعمالاتها من طرف الأطفال. إذا اكتشاف الإنترنت ومجالات استعماله، أين يستعمل الأطفال؟ أميز بأمثلة بين مزايا وأخطار استعمال الإنترنت. نعم، للإنترنت مزايا وكذلك أخطار. أقترح حوارا بين الطفلين حول الحماية من أخطار الإنترنت. أمهد طبعا لتعلماتي، بينما كنا في نادي التربية البيئية أخبرني علي بأن العديد من المعلومات المفيدة لحماية البيئة يمكن الحصول عليه من الإنترنت. نعم، سألته وما قواعد الاستعمال الآمن له؟ نعم، إذا هناك معلومات مفيدة ومهمة في الإنترنت، لكن هناك قواعد ينبغي تطبيقها واحترامها. سنرى ذلك. عندنا هنا أشتغل وطبعا أتعلم، أكتشف الإنترنت واستعمالاتها من طرف الأطفال. نعم، ما الوسائل الجديدة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال؟ عندنا القنوات، إذا الوسائل الجديدة هي القنوات التلفزية الفضائية، وحدة التحكم في الألعاب عن بعد، الهاتف الخلوي، الهاتف الذكي، اللوحة الملمسية، طبعا اللوحة الإلكترونية، الحاسوب للمكتب أو المحمول، كاين الحاسوب المحمول والحاسوب للمكتب. إذا شبكات التواصل الاجتماعي، إذا الإنترنت شبكة التواصل الاجتماعي، عندنا هاد الشبكات التواصل الاجتماعي هما حنا درناهم في واحد الصورة. نعم، ها هي مثلا انستا، هنا جوجل بليس، هنا طبعا الواتساب، هنا طبعا الفيسبوك، هنا تويتر، ياك هنا اليوتيوب، هنا انستغرام. اذا هنا مجموعة من طبعا شبكات التواصل، ها هما درناهم في هذه الصورة، هذه كبرناها واضحة، جوجل بليس، انستا، تويتر، فيسبوك، يوتيوب، واتساب، لين. اذا هادو خص تحاولوا، ها هما كنوضحهم لكم، وطبعا اكيد انكم تعرفون على الاقل بعض منهم. اذا الاستعمالات من طرف الاطفال على الانترنت، اذا كاين شبكه التواصل الاجتماعي كما قلنا، طبعا الاستعمالات من طرف الاطفال، الولوج الى المعلومات، شبكه التواصل الاجتماعي، اذا الولوج الى المعلومات اللي مكتبه لكمش مزيان، هي اعتذر. اذا عندنا الولوج الى المعلومات والمعارف والوثائق التربويه، تواصل، التعبير عن الافكار، اقتسام المعلومات، التجارب، التفاعل الاجتماعي مع افراد الاسره والاصدقاء والاقران. اذا هذه مزايا طبعا الانترنت، اللعب والترفيه، العاب، افلام، في مجال اللعب والترفيه كاين العاب، افلام، موسيقى، قصص، كتب الى اخره. اذا نحن قرينا الخطاط، دابا غنحاولوا نجاوبوا على الاسئله. نقد الصوره، اقع خطاط واحد، اسمي وسائل التكنولوجيا الجديده للاعلام. نعم، وسائل ديال الاعلام الجديده هي هذه، ها هي القنوات التلفزيه الفضائيه، وحده التحكم في الاعلام عن بعد، هذه وسائل جديده، الهاتف الخلوي اللي هو الذكي، اللوحه الملمسيه، والحاسوب للمكتب او المحمول. اذا بلا ما نكتبوا ماما، هما هذا بالنسبه للسؤال الاول. واقدم مثالا عن شبكات التواصل الاجتماعي. اذا شبكات التواصل الاجتماعي اللي هما هذو اللي قلنا، ها هما في صوره اكبر، ها هما واضحين اكثر، ياك هذه الصوره كانت افضل. طبعا الانستا وجوجل بليس والواتساب والفيسبوك، ومثلا لين، التويتر، الانستغرام، وغير ذلك اليوتيوب وغير ذلك، هادو كيتسموا شبكة التواصل الاجتماعي. مثالي، فها هو عندي واحد الجواب درناه هنايا. نعم، عندنا الفيسبوك، تويتر، الانستغرام. اذا الفيسبوك نشر الصور، الاراء، مراسلة الاصدقاء. بالنسبة لتويتر كتابة التغريدات وقراءتها. الانستغرام تبادل الصور والفيديوهات. كاينه جوجل بلس، كتبنا بلس، وانشاء صفحه تحتوي على صور، معلومات شخصيه، تبادل الصور. اذا هذه بعض طبعا شبكات التواصل الاجتماعي. اذكر الفوائد التي يجنيها الاطفال من استعمال الانترنت، وابين اطراف تحسين مستواهم الدراسي. اذا الفوائد، ها هي الفوائد ديال الفوائد التي يجنيها، كاينه الفوائد، الولوج للمعلومه، المعارف، التواصل، التعبير عن الافكار، اقتسام المعلومات، التجارب، التفاعل الاجتماعي مع افراد الاسره، الاصدقاء، الاقران، اللعب، الترفيه، يعني الالعاب، افلام، موسيقى. هادو فوائد ديال اللي كيجنيها من الانترنت طبعا، وتساهم في تحسين طبعا التعلمات. سنرى بعض فوائد اخرى، ها هي للاغناء والاثراء، عندنا فوائد اخرى، ها هي.
الفوائد التي يجنيها الأطفال من السماء عند كذلك: الاتصال مع الأصدقاء مع العائلة، تنمية مهارات التواصل لديهم، الترفيه للأطفال من خلال الألعاب المسلية والتي تنمي القدرات العقلية. إذا كنا الترفيه وكنا في نفس الوقت تنمية القدرات العقلية، مشاهدة فيديوهات مفيدة على اليوتيوب يعني تيسر التعلم الذاتي، المساعدة على إنجاز بحوث فهي طبعا مصدر للمعلومات. إذن فهذه تمكن المتعلم من تحسين طبعا وتجميد التعلمات. أبدي رأيي في الإنترنت كوسيلة للتواصل، أبدي رأيي في الإنترنت كوسيلة للتواصل بين الأشخاص والانفتاح على ثقافة شعوبهم. إذا ما سأبدي برأيي في الإنترنت أنه كوسيلة للتواصل بين الأشخاص والانفتاح على ثقافات شعوب أخرى. ده واحد رأي، وأنتم بإمكانكم تبدوا الرأي ديالكم. بفضل الإنترنت استطاعت الشعوب أن تتعرف على بعضها البعض من حيث عادات الشعوب، تقاليد الأديان والأفكار والمبادئ، طبعا في وقت وجيز سريع يعني ماشي بحال قديما. فأغنت بشكل كبير جدا عن الطرق التقليدية، أغنت بشكل كبير جدا عن الطرق التقليدية. إن الإنترنت أكثر الطرق الحضارية والسلمية لتطوير وزيادة الاتصال الثقافي بين الأمم والشعوب. إذا الإنترنت أكثر الطرق الحضارية لتطوير وزيادة الاتصال الثقافي بين الأمم والشعوب. هذا طبعا بالنسبة للنشاط الأول. الآن النشاط الثاني، أميز بأمثلة بين مزايا وأخطار استعمال الإنترنت. مزايا استعمال الإنترنت مهمة، هذه مصدر المعلومات ونافذة تمكننا من الانفتاح على العالم الخارجي. نعم، إذا مزايا مصدر المعلومات، نافذة تمكننا من الانفتاح على العالم الخارجي، تيسر التعلم الذاتي عن بعد، البحث عن المعلومات والمعارف، امتلاك أدوات تربوية جديدة، نعم طريقة أدوات جديدة، التفاعل مع المدرسين، تفيد في استعمال التفاعل التربوي في مجال الدعم الدراسي، تعين على تعزيز مكتسبات المنهج الدراسي، فهي تعزز مكتسبات اللي اكتسبنا في المنهج في البروجرام برنامج دراسي منهج دراسي، فهي تعزز مكتسبات. ثم تحسين جودة التعلمات أو تجويد التعلمات، تحسين جودة التعلمات أو تجويدها. تتيح التواصل مع الآخرين وتمكن من الإبداع والتجديد. قلنا نقرأ الوثيقة احنا قريناها. مزايا الإنترنت كمصدر المعرفة والثقافة العامة، ها هو يمكن من الانفتاح على العالم الخارجي. طبعا هذه تتعلق بالمعرفة والثقافة العامة. أهمية استعمال الإنترنت كوسيلة تعلم ذاتي، تيسر التعلم الذاتي عن بعد، البحث عن المعلومات، تمتلك أدوات تربوية جديدة. عندنا الجواب، تفيد في استعمال التفاعل التربوي في مجال التدرس، ثم تعزيز مكتسبات المنهج. إذا هذا يتعلق بالتعلم الذاتي. أبدي رأيي فيما إذا كانت الإنترنت ضروري للأطفال للتعلم أم لا، وأفسر لماذا. نعم سنرى. بالنسبة هالإجابة عندنا، السؤال الأول أن المصدر للمعلومات ونافذة تمكننا من الانفتاح على العالم الخارجي. بالنسبة للتعلم الذاتي، تيسر التعلم الذاتي عن بعد، البحث عن المعلومات، تحسين جودة التعلم. بالنسبة للسؤال اللي قالنا هنا، أبدي رأيي فواش الإنترنت ضروري للأطفال أم لا؟ الإنترنت طبعا ضرورية للأطفال للتعلم، ذلك أن الأطفال ينبغي أن يسايروا ويواكبوا تطورات في وسائل الإعلام والاتصال. فطبعا العالم كيعلم بواحد الثورة رقمية طبعا مهمة، فينبغي الأطفال طبعا يلجوا تلك الثورة. وهناك مجموعة من التطبيقات طبعا التي تساعد المتعلم على تعزيز وإطراء المكتسبات دياله. طبعا هناك مجموعة من التطبيقات توجد طبعا في الإنترنت تمكن المتعلم من إطراء يعني إغناء وتعزيز مكتسباته المنهاج. فطبعا ضروري رأيي أن الإنترنت ضروري للأطفال حتى طبعا يتمكنوا من اكتساب طرق وأدوات جديدة للتعلم، ويسيروا طبعا مسايرة ومواصلة التطورات. نعم هنا قالوا لينا أخطار استعمال الإنترنت. هنا الأخطار التبعية، يعني قضاء ساعات كثيرة في التواصل والحوار والألعاب، إيه صافي التبعية، قضاء ساعات كثيرة، مشاكل في الصحة، آلام في الظهر، العنق، العينين، والشعور بالعياء، نعم، طبعا صورة، تغير في الساعة البيولوجية، يعني الليل نهار، يعني كيبقى يسهروا بالليل، وهذا طبعا خطأ كبير ويشكل خطر على صحة الإنسان، لأن الله عز وجل قال لنا وجعلنا الليل لتسكنوا فيه، الليل هو ديال السكينة، هو ديال النوم،
والنهار هو ديال العمل، وبالتالي فهذا التغير في الساعة البيولوجية يؤثر سلبا على صحة الإنسان. مشاكل في العمود الفقري لطول مدة الجلوس، إذا هذه مشاكل صحية. مشاكل في الاندماج الاجتماعي، الخصام مع الآباء حول استعمال الإنترنت، نعم. فطبعا الآباء اللي منعوهم من استعمال الإنترنت كيقع واحد الخصام بيناتهم. العزلة النفسية دي صعيبة، الإحباط، ضعف في التواصل الأسري والاجتماعي، إذا ما تبقاش تواصل أسري جيد، فيجلسون على مائدة واحدة وكل يحمل هاتفا، فطبعا ما يكونش هناك تواصل. تراجع مستوى التحصيل الدراسي، يعني نقصان الرغبة في التعلم والتحصيل. قد الطفل يعني كيحبب يحب طبعا استعمال الانترنت فقط، فبالتالي كيبقاش عنده الرغبه في التعلم. صعوبات في التركيز وتدني القدرات والكفاءات، اهمال الواجبات الدراسيه، عدم الاهتمام بالانشطه الثقافيه والرياضيه والفنيه، اذا تراجع مستوى التحصيل الدراسي. ثم اخطار اخرى عديده، من بين هذه الاخطار التخويف طبعا من اناس مجهولين، الترهيب، التحديث على الكراهيه والعنف، نعم العنف، العاب ديال العنف، انتحال هويات مزوره، التصاب الاطفال، ترويج معلومات غير صحيحه، وغزو الحياه الشخصيه. اذا هذه اخطار اخرى عديده. هنا قالوا لنا اقرا الخطط والاحظ الرسوم الموفقه، ثم طبعا اجيب، اسمي الاخطار الناجمه عن استعمال الانترنت من طرف الكبار والاطفال. اذا الاخطار هي هذه اللي قلنا قبيله، ها هي رجعوا لها. تبعيه، كاينه مشاكل في الصحه، مشاكل في الاندماج الاجتماعي، تراجع مستوى التحصيل الدراسي، واخطار اخرى عديده. طبعا ثم عندنا هنا قال لك اذكر المشاكل التي تسبب فيها الانترنت بالنسبه للصحه والاندماج الاجتماعي والتحصيل الدراسي. اذا المشاكل هو طبعا في الصحه رقناها، طبعا هي الالام ديال الظهر، تغير في الساعه البيولوجيه، مشاكل. والاجتماعي يعني الخصام والعزله، الضعف في التواصل الاجتماعي. والتحصيل الدراسي نقصان وصعوبة في التركيز، إهمال الواجبات، إذا إهمال الواجبات، صعوبة في التركيز، نقصان في الرغبة في التحصيل والتعلم. أقدم مثالا عن سبل الوقاية من الأخطار التي، هنا اسمحوا لي، هي أقدم مثالا طبعا أو مثالين عن سبل الوقاية من أخطار الإنترنت، وأنصح بها أقراني وأصدقائي المتعلمين. نعم، ما هي؟ طبعا هي اولا كاينه تجنب مشاركه المعلومات الشخصيه في الانترنت، مراقبه الاباء لابنائهم بوعي وارشاد. اذا الاب خصهم يراقبوا الاباء ديالهم، ليس طبعا بالضغط او بمثل العنف او المنع الكلي، وانما مراقبه تكون تربويه لابنائهم بوعي وارشاد. الحرص على ايجاد مواقع مفيده، نعم الحرص على ايجاد، تكون مراقبه ايجابيه، خاص الحرص على ايجاد مواقع مفيده التي تنمي المواهب. ثم استخدام برامج الحماية وبرامج المراقبة طبعا الأبوية، تحديد بعض الأوقات للجلوس، لأن ما يكونش الوقت كامل للجلوس على الإنترنت، طبعا استعمال الإنترنت، وإنما بعض الأوقات، بعض الأوقات طبعا على للجلوس على الإنترنت. إذا النشاط الثالث، أقترح حوارا بين الطفلين حول الحماية من أخطار الإنترنت. ومهد الحوار، أخبرت عائشة زميلها عاليا في القسم أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب أجرت بحثا عام 2019، كانت نتائجه أن 41 في الأطفال يستعملون الإنترنت دون حماية أنفسهم من مخاطره. علي، ماذا تقصدين بالحماية من أخطار الإنترنت؟ عائشة، إن الإنترنت نافذة حول عالم المعرفة والاكتشاف، ولكن ينبغي الحذر من استعمال غير الآمن له. إننا كأطفال ملزمون بحماية معلوماتنا الشخصية، فالقانون يحميها، ولكن قد يستعملها بعض مجرمي الإنترنت. علي، كيف ذلك؟ وماذا يستفيد منها الشخص الذي اطلع عليها؟ فهي لا تصلح له. عائشة، انتبهي علي، فقد يستغلها وينتحل شخصية طفل أو طفلة، ويستدرجك للمزيد من المعلومات عن حياتك أو حياة أسرتك، بل قد يمارس في حقك التحرش الجنسي أو التهديد والابتزاز والعنف أو الترهيب النفسي. علي في حالة اندهاش، لم أكن أعرف هذا من قبل، إذا كيف يمكن الحماية من أخطار الإنترنت؟ عائشة، لقد استفدت من الحملة الوطنية التي نظمتها الوزارة طيلة شهر فبراير بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت. نعم، إذا ها فوائد الإنترنت الآمن. عندنا فوائد الإنترنت الآمن، خصنا نحفظو هادو، معلومات مهمة. أحمي قواعد، باغدون، قواعد الإنترنت، أحمي حياتي الخاصة. كيف ذلك؟ لا أنشر الصور وفيديوهات أسرتي وأصدقائي، لا أفصح عن هويتي، لا أفصح عن اسمي، عنواني، رقم هاتفي، واسم مدرسة، ما أعطيتها شي واحد. أختار كلمة مرور معقدة، لا أستعمل كلمة مرور سهلة، وأغلق حسابي إلى الانتهاء، خليش مفتوح في الإنترنت. أحذر من الغرباء،
أرفض الحوار مع من لا أعرفهم وأغلق فورا حسابه، أحتاط ولا أنشر أي معلومة. هذه قواعد مهمة بزاف ينبغي أن نحفظ منها نحفظها، أحطها لكم تكون في الفرن إن شاء الله. إذا حدث لي مشكل أتصل بأستاذي أو أستاذتي أو أحد أفراد أسرتي أو أشخاص أعرفهم. نكمل، عندنا استعين بالتمهيد للحوار، اختار متعلما او متعلمه ونقرا معا بطريقه تشخيصيه الحوار الذي دار بين عائشه وعلي حول اخطارنا. نعم انا درتها، حاولت تشخص طبعا الحوار، ثم حاولت تشخص طبعا في القسم مع تلميذ وتلميذه، وبدي رايي في القواعد الاساسيه للحمايه من اخطار الانترنت، هل هي مفيده للاطفال ام لا؟ نعم، القواعد الاساسيه التي سبق وراينا فهي مفيده جدا للاطفال، فهي تنبههم وتحذرهم حتى لا يقعوا في مازق أو في خطر عليهم، نعم، كتهديد كتحرش جنسي وغير ذلك. فطبعا الانترنت راه بحال الوشم، يعني لا ينمحي. هنا أقوم تعلماتي من أجل استعمال آمن للانترنت، أختار قواعد ضرورية لحماية نفسي وحياتي الخاصة، وأضع علامة في الخانة المناسبة. نعم، أختار على الانترنت المواقع التي تناسب عمري ومستوى الدراسي. نعم أوافق، لا أقدم أي معلومة عن حياتي الشخصية، صورتي، عنواني. نعم أوافق، أصدق كل المعلومات في الإنترنت ولا أتأكد من صحتها. لا أصدق كل المعلومات، خطأ، لا أوافق. أنتبه جيدا لما أكتبه عن زملائي أو في حسابي على الفيسبوك، أنتبه جيدا لما أكتبه عن زملائي. نعم أوافق، لا أنخدع بالكلام اللطيف وبهدايا وإغراءات من لا أعرفهم. نعم ولا أنخدع. ثم في حالة وقع لي أي إغراء أو تهديد لا أخبر والدي أو مدرس. نعم لا، هذا لا أوافق، أخبره. أحمي كلماتي السرية ولا أنشر صورا أو فيديوهات، وأرفض مقابلة من لا أعرفه. نعم أوافق. فهذه كلها طبعا هناك بعض العبارات التي قواعد التي طبعا أوافق عليها، كما قلنا أختار عن تناسب عمري، لا أقدم معلومات، أصدق كل معلومات لا خطأ، أنتبه جدا لما أكتب عن زملائي. نعم لا أنخدع الكلام. نعم في حالة وقع لي أي إغراء أو تهديد لا أخبره. لا أخبر والدي. ثم أحمي كلماتي. نعم هذا بالنسبة طبعا النشاط هذا. بالنسبة للثاني طلبوا منا، قال لك إذا كانت مدرستي من بين مدارس الجهة أو الجامعة المحلية التي أنتمي إليها قد شاركت في الحملة الوطنية لاستعمال الأمن الإنترنت التي نظمتها وزارة التربية الوطنية، أنجز تقريرا في 10 أسطر يظهر ما استفدته من خبرات حول كيفية تجنب مخاطر الإنترنت والاستعمال الآمن له بالنسبة للمتعلمين والمتعلمات وباقي الأطفال المتمدرسين، وأعرضه على أستاذي وفاتي. ومناقشة التقرير سأضعه في علبة الوصف تقريرا إن شاء الله.